هذا الفطر اليوم القاتل باكسي لوس ولوس انفولوتوس، هذا الباكسي الانغولي المختل، هذا نلقوه في الاعشاب السندر لهذه الجنس من اشجار فصيلة الباتولية، وبعض مرات تحت اشجار اخرى فيجب الحذر عند هنا القطف. قبعة ملفوفة بالحواف الصفيحة، القبعة الفطر الفاتي تكون محفورة متموجة من الجوانب، وهو مسمر يميل إلى الاصفرار أو أخضر، تكون شاحبة اللون، الصفائح نتاعو ملتصقة بالساق أو مشدودة، هي صفراء صفراء اللون، يعني اللون الأصفر مخضر، حتى تكون مسمرة أحيانا لما تنظر أو تكون شديدة النظر، تتسخ عند اللمس أو بالسكين، باستعمال السكين في حالة تمزيقها، وتنفصل بسهولة الصفيحة على جلد القبعة. لون هذا على ساق الفطر هو قصير رطب تقريبا بنفس لون القبعة، ويسود في قاعدة الساق من أسفل جلد الفطر، ومن أسفل جلد الفطر مصفر ناعم وليس له رائحة مميزة. هذا الفطر الباكسيولوس معروف عنه أنه قبل سنة 1950 سنة كان حصل لعدة أشخاص عندهم حساسية أو ارتكاسات عنيفة وقوية، أوجاع أليمة، وهذا اللي سبب موت عنيف مفاجئ، ولهذا السبب هنا من الأفضل تفادي تناول هذا الفطر أو استهلاكه. كاين نوع آخر يشبه الأول، هذا لاكتاريوس نيكاتور لاكتير بلومبي، هذا أيضا فطر سام، واللي هو أيضا يشكل هو ألغام كبيرة مخضرة في وسط الخضار في الغابة، لكن الفرق بين الأول بين هذا والأول باكسيلوس انفولوتوس هو هذا الصفائح الفطر لاكتاريوس نيكاتور الصفائح نتاعو بيضاء وهي غير قابلة للانفصال، يعني لا تنفصل ولا تنقطع من جلد القبعة، ويخرج من جلد هذا القبعة حليب أبيض عند قطعه أو تمزيقه. فهذا النوع السام أيضا ويقتل، فمن الأفضل هو تجنب قطفه واستهلاكه، فلأن الناس اللي حصل عندهم حالات وتبين عندهم حالات تسمم في هذيك سنوات 1950، هذه الناس كانوا متعودين على تناول هذا الفطر حتى تسمموا، والآن اقتنعوا أن هذا الفطر لا يصلح للأكل، وفي نفس الوقت هو هذا الفطر الثاني ينمو في نفس المكان اللي ينمو فيه الفطر الأول. شهور قطف هذا الفطر تكون إلا في شهر جويلية، أوت، سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر. دونك هنا لي بون او لي بون موا بور لا كريت سون جويي اوت سبتمبر اكتوبر اي نوفمبر، هادي لا سيزون دو ريكولت. طبعا تكون هاد الشهور قطفو حتى نرميه،